بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وحين عاوه هلكن أنه كوكبان إن عدي الله إذن فردقان أن فردينه حفلة دي بركة موليدك الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا يضع أن عاوه موليدك أنه قهر ببري أنه وقد دعاين أنه heerka matana aruuska cusub ah mawlid ninka leeyay muxtar yusuf ay muhammad leela muhammad aruuskooda ya alla barigooda iyo ducada u dhacday khatimkiisa nabi rasuul ka dhigayna waaya rasuulka naxay salaatu wasalaam markuu ahaa nabi raxma nabiga barakada u ahaa isaga rasuulka inoo sheegay calay salaatu wasalaam ilaahay ugu bariyagu oo ahay fal lamaanti iyo naxariis lamaanti iyo ziyaada lamaanti inaan nabiga lagu gaadhiyo rasuulka inoo sheegay intaan la joogo buu yiri xadiista saxda kutubta ku taala markaan la joogo markaan ka tago aan geeriyoodo ayaan idinka intifaac badan hayn in la jaahi cadiimun buu jaah weyn baan ilaahay agtiisa ku leeyahay ilaahay ugu bariyo markaan ahay ilaahay ugu bariyo kolkii matana yar rasuulku oo dhashayna حالما تسعد يدي سؤال نوتشي اي هاي كفالة قاضتي مركة يقول يدي لا تكتي يدو فقيرة هاي بركوين كيسي مثلا يعني سيرة رسولك على قوها اي مثلا كو عرقتي هاي يوم كي كستبع بركة زيالة او مثلا يعني ريال كيدي يكور كيدي كظاهرية هاي سادرتيد واحد دونينا يعني ريال كاسكو دعوه او بركة اي اولاد ويلال اي ذكور ايوها هاي الدنيا يا آخر كل يبان عن رسول يا مولى رسول الله وبرينا عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين بالعوانا سالم مغلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله على نور العظم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي بلغ الوصيلة يا ربي خص بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن الزلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فرحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر كل مذنب يا ربي لا تخضع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا للزور يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا للزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا سامي دعانا يا ربي بلغنا للزور يا ربي صل على محمد يا ربي تمشانا بنوري يا ربي حفظنا وامانا يا ربي صل على محمد يا ربي ورضانا شهادة يا ربي خذ نبي سعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي حفظنا وامنا يا ربي وزقنا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي وقف كل مذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي
ربي نختم بالمشافع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم محمد صلى الله على نور العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم الرسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي صلى الله على نور الأعظم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب ولي الظالم الباعث المانح السالم العالم الكائن والباين والسائل والذاهب يسبح الافل والمائل والضالع والغالب وهي وحده الناطق والصامت والجامد والذاهب يضرب بعليل ساكن ويسكن بفضل بار الله يا الله لا إله إلا الله كريم لا إله إلا الله حكيم رب حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه الغوالب خلق مخب وعظم وعضد وقروغ واللحم وجلد وشعر بالنظم متلاف متراكب مما إن دافق يضرج من بين السنبي والفرائن لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساد كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من ظالم حاجة فأمله المظالم فالأريت الخدام غياما على الأقدام وغجادوا بالدمع السواكب والقوم بين النادم والطائب وخائف لنفسه يعاتب وابغ من الذنوب إليه يارب فلو يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياه فيعودون وغفاسوا بالمضروب وأضركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد النور بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق من الدين اللازم وقرى الله فقره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايا اللهم صل وسلم وبارك عليه ونشرت على رأس العصا وقال هو النبي استخرج من لأي من قلب يموت أبوه وأمه ويكفر جده ثم عمه شقيقه أبو طالب وعاث من تامة بريد القيامة في ذهر علامة تدل الأغمام تدل صحافة جري الجبين ليلة ذوائب علي في الأنف من يلف من نور الحاجب سمعه يسمع سرير على قلب البصر إلى سبع دباغ إلى سبع دباغ ساقب قدمها قبل من بعرفها زالة مشتكى من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأحجار وخاطبة الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تدار بركة ما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على دوام مراقبه إنه يعفو ولا يعاقب وينقسم يسمت ولا يجاوب أن ولا يجاوب أرفع إلى عشر في المراتب في ركبة لا تنبغي قبل ولا بعض لراكن في موقف من المراكز يفوق على سائر المواكب فيرتقى الكون وفصل على العالم ووصل إلى لقد سيدي كنت يوما النديم والمقابل اللهم صل ما ردوا من العرش قبل أن يبرد الفرش وقنا الجميع المعرفة في عشر فترة طيبة منهم بعشر في القلب سعد إلى أرواح المحبين على الغدام ونجعهم اللهم صل وسلم وبارك صلى الله وسلم صلى الله على نور الله على نور العظم صلاه الله ما الله الكواكب صلاه الله ما الله الكواكب على احمد خير ما الجاي صلاه الله ما الله الكواكب على احمد خير ما الجاي صلاه الله ما الله الكواكب صلاه الله ما الله الكواكب
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له رب المشارق والمغرب وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العالمين والعارف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المعاصر والمناقب صلاة وصلاة وسلاما دائما متلازما ما ياتي غير ما يوم القيامة غير القيامة اللهم صل وسلم وبارك صلى الله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفت براد الحديثين هو رد عن نبي كان قدره عظيم ونسبه كريم وصراط مستقيم قال في حقه من قال في حق من لم يزل سميعا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الحديث الأول عن هاي هل كم حكاها لي هاي مولد رسولك حديثه كسر رضي رسولك عليه الصلاة والسلام فل ليس رسولك كور رميسة النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام حديث الكوباد بين سواق عضنا الحديث الأول حديث الحديث الأول حديث الكوباد عن بحر المدافع وحل جوري هاي المدافع كي بحرقها ولسان القرآن النادر هذا الكيس من القرآن كها أحد من هاي النادو أحد علماء الناس هاي أحد مثل علماء تذكر كم إذا سيدنا سيد كني كاسو مثل أحد كاسر الشيخ جاي سيدنا عبد الله هاي سيد عبد الله بن بن سيد عبد العباس هاي سيد عبد الله بن سيد عبد سيدنا عبد الله بن سيد بن بن سيدنا عباس هاي العباس هذا والقرن يا هاي عبد الله بن عباس بعد رأي رضي الله عنهما الله كرر عليه نقوله أصحابي يا أصحابي قدروا يحلقوا وري عن رسول الله رسول كلاه الحكوري وعبد الله بن عباس كوري أبيه عباسة أنه النبي قال إنه يري إن قريشا قريش كانت وحوه هذه النور النور باو هذا قريش نور كاسو بين يدي الله إلهي وكترتيس هذه أزد إلهي غالبها وجل شان وشان يسويناي قبل أن يخلق إنتان العبورين بآدم آدم نبي آدم بألفاء عام اللي بكون أصنا هرتي أيو نور كاسو إلهي هرتي ساها نبي آدم بإنتان العبورين الوردي اللي عبوري يجسد كي سيان نبي آدم العبورين اللي بكون أصنا نور كالرسول كاللي عبوري إلهي هرتي سا يتاقنا واكو إن النور إن أنه النبي قال إن قريش قريش كانت وحا وحادي النور النور با قريش وحادي نور كاسو بين يدي الله إله هرتي سكاها دي عز قالب هاي إلهي وجل شان وشانك يسويناي قبل أن يخلق إنتان العبورين بآدم النبي آدم بألفية عام يسبح الله إلهي وتسبح سنتر ذلك النور النور كاسو وتسبح الملائكة ملائكة إلهينا ويتسبح سنترتي بتسبيح النور كا تسبيح دي سوكا يتسبح سنترتي هاي لفضا كن أسنو نبي آدم هرتي أي نور كاسو إلهي وتسبح سنتر ملائكة إلهينا تسبيح وتسبيح سنة تسبيح لسكرة تسبيح سنجرين فلما وقته خلق الله إلهي وخلق آدم النبي آدم أو دعو حدتي ذلك النور نورك في ديانتي ضوبدي النبي آدم إلهك عبر يلحدتي إلهي نورك ها ماركي ضوبدي النبي آدم لك عبري مالك استبط ضوبد لك سوق علي تعص يتم معرين انت جسد كتبك كوبيهي ela sku matana si aciin ka doon qoshka loo qosho kale isugu ajiimay ee dabana jasadka saah hay'ada uu jasadku yahay loo suureeyay inta marka la ajiimay waa nuurka suuq marka lagu daray ali salaatu wasallam markii saa nuurka nabiga ya jasadki yana la xiray nabi aadam laga abuuray kolka ayaa qaal nabiga qaal wuxuu yiri marka uu dacwo waxa la dajiyay dalka nuur nuurka fi diinati baa la dajiyay doobadi nabi aadam ilaahay uu ka abuuray قال وحيد النبي قال قال عليه الصلاة والسلام فهبضني الله فهبضني الله إلهي وسوهو بي وأرلد وسوهو دادتي
أز دقالي بها إلهي ودل شانو شانو يسو وينا إلى الأرض عرضة في ظهر آدم نبي آدم إسو عرضة بركيسة كتيرا نور كنبي محمد لقا أبوري إسو نور كنبي قول لبرك نبي آدم كتير إلهي نبي آدم عرضة يسو دكي عليه السلام وحمرني وحال وحام باري هدنا نبي بان نبي أمبا نور كالك يسو ريتيني قلبا رسولك مركا توغا أمبا دود كيس إلهي كو ريتيني قدر ديس وحمرني هدنا وحال وحام باري نبي إلهي ها وحملني وحملني وحلقوا حمباري نور كي النبي عليه الصلاة والسلام في سفينتي دونتي وحلقوا حمباري أو في صلب النوح نبركيس نبرك النبي النوح سوى كتير النور كي النبي يا دونتي دونتي النبي محمد دونتي النبي النوح روح حمباري أو جعلني هذا وحل يالي نور كي النبي قال في صلب خليل إبراهيم نبي إبراهيم بالله يالي هذا نبركيس ماركي وقت النبي إبراهيم هذا النبي إبراهيم نبركيس إلهي يسوع لي حين وقت يقضي فلقو توري النبي إبراهيم به النبي إبراهيم في النار نارتا هيا يو لبرك النبي يكتري لبرك النبي إبراهيم يلهي هاي يو قال يكتري مركابة حين وقت يقولي قضي فلقو توري به هاي النبي إبراهيم في النار نارتا ولم يزل الله إلهي كم ولم يزل الله إلهي كم رزول عز وجل هاي كمان إلهي كمان رزول يعني نور كالنبي بينه كرب طاب رسول بأو ظاهرة كسورة يتين إلهي كمان رزول إلا يوم كده من لبديسي والد حتى أبوية هاهي ولم يزل ولم يزل الله إلهي كمان رزول عز وجل ينقرني إلا وكتورة من الأصلاب الظاهرة طاب ظاهرة إلا الأرحام الزكية الفاخر هاي يرحم مثلا فاقصو ناري أو فاخرة أو ظاهرة أو وهو رحم كاسو ورحم كيو يدي أمن بنتواب إلى إلهي كتورة إلا حتى يوم تاني يعني لقيت طريبة دبر كني أبي عبد الله إياه إياه هاي رحمك هو يدي أمنة بنت وهب رقصة طريبة مركب دبيسي وحقول بان دول النبي اللي سوق ليه قال كار رسول كان عليه الصلاة والسلام أحاديث تفل ليسا كور رميسا أو إنه هاي خلقه أهري أنبياء ذن أدم بي إنه هري أو نور كيس خلقه أنبياء ذن لقى أبوري أو نور هذا نور كيس لقى أبوري إسلام نور إله هرتيس كأحادي وياي أحاديث تعدين سر رسول كشاك أحاديث كاسة كمدة صحيح كو مركع وحوي حديث صحيح إن اللي إله هو مثلا ناقص مرجع كرتون عندما نسخة من كرتون وده رقم مثلا جيرة وصحيح يلي أصحاب الرسول كي مثلا أي حافظين تيا حساب ويا غرجني الله من بين أبو ويا وهم عالم يتغي على صفاح قام اللهم صالي وصالي وبارك عليه وطر على الديث الأول عن بعد المتافق لسان القرآن إنها تغوحة علماء إنها تزيدنا عبد الله بن سيدنا عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريش كان النور بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في دينتي قال صلى الله عليه وسلم فهبطني الله عز وجل إلى الأرض في دهر آدم وحمرني في سفينة في صلب النور وجعلني في صلب خليل إبراهيم حين قذف به في النار ولم يذل الله عز وجل ينقلني من أصلاب الطائرة إلى الأرحام زكاة الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهم الله يتقي أنا ضع ابن يسار عن كهب العبار قال علمني أبي توراة إلا صفرا واحدا كان يختمه ويدخل صندوقه فلما مات أبي فتضفي ذا فيه النبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وجرت بالمدينة وسلطانه بالشام يغوص شعر ويتسير على وسط يكون وخير الأنبياء ومتخير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوف في القتال وربهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر اللهم اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيقول الله تعالى للملائكة إذا بذنوبهم فيقولون يا ربنا وجدنا مصرفوا أرى أنفسهم وجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله على نبي المختار يقول الحق بعزتي وجلالي لا جعلت ما لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي أعز جواري العقود وخلاصتها اكسر سر الوجود ما دعوك ما دعوك قاصر ولو جاء ببدل الوجود ببدل الوجود وواصفك عاجز عن حصر ما هويت من خصال لك الموجود الكون انشار والجهد الكون انشارة وأنت المقصود يا أشرف من على مقام المحمود وجاء الرسول من قبلك من قبلك لكنهم من رفعته والغلا لك اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وعلى نبي المختار حضروا قلوبكم يا معشر ذوي الالباب حتى اجلوا لكم رأس المعاني اجلوا الالباب المخصوص باشرف الالقاب باشرف الالقاب أرلاقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى دمال بلا سدر ولا حجاب فلما أنا ونظور الشمس السارق في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من الأرض والسماوات بتعاني والبشارات فإن النور المسنون والسر المكنون الذي أوجده قبل وجود الأشياء وابداع الأرض والسماء أمره في هذه الليلة إلى بدنهم مسرورا أملا بالكون أملا به الكون نوره وكفي لو يتيما وعوده وضيره وبيتي طغيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم على صلى الله على محمد صلى الله على نبي المختار فاتزل عرش ضربه تبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل مترا أوعى من فخري وفضلي لأنعت تمام حملي فلما اشتد بهذا القلب بإذن ربي الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كان Yeah.
عشرة البدر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علينا فضل من البدور مثل حزنك مرعينا قد يواجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك انت بدر انت نور فضل نور انت اكسر غالي انت مصباح صدوري يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا معايا يا مماجا يا امام البدرتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا معايا يا معايا يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرعى وجل الأسعد يا كريم الوالدين حبك صافي مبارك بردنا يوم النشوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حبك صافي مبارك بردنا يوم النشوري يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرعينا العسانة بزرائيل عليك وغمام لك ظل ومراسل عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك هواتك بيديك وتجارة يا حبيبي عندك مول يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تكال وديابك وطلبك وتجارة يا حبيبي عندك مول يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك انت ماشي قدر محامير وطن الدولة رحيلة جيت ومواد مصاير قلت غفلة يا دليلي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك انت ماشي ودوم ودم صايل قلت قبل يا دليلي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تعمل لي رسائل حشواشا وقلقيه نحن نعطيك المنازل بالغشير والبخور يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك يا رب سلام عليك سلام الله عليك يا رب سلام عليك صلوات الله عليك يا رب سلام عليك صلوات الله عليك يا رب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا سادون قطام الله مرحبا وانجال عن الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا سائل عدنوا مرحبا سائل عبدون قطم الله مرحبا وانجل عنه الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا فيك يا بيرون تجلى مرحبا فعلك الوصف الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا فيك منك عدنا مرحبا قد يا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا ليس أسكى منك عدنا مرحبا قد يا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا جد الحسين مرحبا وعليك الله صلى مرحبا دائما إمام طول الظهور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا يا ولي الحسنات مرحبا يا رفيع الدرجات مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا يا احمد الهادي محمد مرحبا صاحب الوجه المنير مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا احمد الهادي محمد مرحبا صاحب الوجه المنير مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم عليه بسم الله الحمد لله وصف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترى الله واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا تمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد ربنا آمنا بما أنزلت وطلقنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إني أسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما
واسألك دوام النجاة من كل بلية واسألك دوام القافية واسألك تمام القافية واسألك الشكر على القافية واسألك الغني عن الناس يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربي سهلني بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف دارين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كبيرا إلى يوم الدين صلى الله على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله على محمد نبينا صلى الله عليه وسلم نبينا بهل فضاء وتلالك من النور والضوء ودخل في عقد بيعتهم هم بقي من ما بقي من الخرائط ما دخل فيها من وضع وفضيله المعجزات بحمود الدين عارف عارزه وسقوط شراء وسقوط شرفات ورمت الشياطين من السماء بالشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وبسولة السلطنة دليل وخاد لما تعلق مثلا النور صاد وازرق من بيعه اللي اولام حتى رضا اللهم صل لم يكفر هذه درة اليتيمة التي درة اليتيمة التي لا تجد لها قيمة قالت ضيور نحن نكفر ونغتنم 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 قالت الوحوش نحن أولى بذلك لكان على سرفه وتعظيمه
بير يا معسر من مسكنه فين الله قال حكم في سابق حكمتي لقى حكمتي القديمه بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كون ردي على حالي متى حليما اللهم صل وسلم على ثم عرض عن مراد علس لما سبق في دجيل غير من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب فلما وقع نظرها عليه بادرت مسرعة إليه ووضعت في أدرها وضمت إلى صدرها فعش لها متبصما فخرج من دغر النور لحق بالسماء فحملته إلى رحلها وارتحلت به لآلها فلما وصلت به إلى مقامها آينت بركت على أغنامها وكانت كل يوم ترى منه ذرحانا وترفع له قدرا وشانا حتى اندرج في حلة اللطف والأمان ودخل بين إخوته مع السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم بينما وزعت اليوم عن الأودان إذا أقبل عليه ثلاثة نفر كأن وجوههم الشمس والقمر فانطلقت سبيان هربوا وقف النبي صلى الله عليه وسلم تعجبان فبدعوه على الأرض جاء خفيفا وشق بدن شق لطيفا ثم خرجوا قلب السجد ولد عدنان وشرحوه بسكين وزان ونزعوا منه هذا الشيطان وملوه بالعلم والعلم واليقين والرضوان وعادوه إلى مكان فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم ساويا كما كان من الخير اللي عرفت قدرها منزلتك على غير ولدت وازدد فرحا وفرحا وسرا وبجتا ونورا يا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابشر فقد نشرت الكائنات على علومك وتباشرت المخلوقات بقدومك ولم يبقى شيء مما خلق الله تعالى الا جاء الامرك الضائع والمقاله سامعا فسياتيك البعير بدمامك التجير والضبور غساله يشدان لك بالرساله والشجر والقمر والذيب ينطقون بنبوتك عن قريب ومركبك البراق إلى جمالك مستاق وجبريل شاووش مملكتك قد علنا بذكرك في الأفاق والقمر مأمورا لك بإخلاق اللهم صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله على نبي المختار وكل من في الكون متشوق لظهورك منتظر لإشراق النور فبينما الحبيبة بينما الحبيب صلى الله عليه وسلم استتر لاستماع تلك الاشباح ووجب تهلل كنور الصباح. اذا اقبلت حليمته مولده بسعه تقول وغريبه فقالت الملائكه يا محمد ما انت بغريب انت من الله الغريب. وانت الله يستدين وحبيبه قالت حليمته وبعيده فقالت الملائكه يا محمد ما انت بوحيد بل انت صاحب تأييد وانا اسمك الحميد المجيد. واخوانك اخوانك من الملائكه والتوحيد. قالت حليمته ويتيمه فقالت الملائكه لله ادركم يتيم. فإن غيرك عند الله العظيم اللهم صل وسلم صلى الله على النبي المختار فلما رأت حليمة حليمة سالما من الهوى رجعت به مسرورة إلى الأضلال ثم قصد خبره على بعض الكهان وعاتت عليه ما تم من المري وما كان فقال له الكهان يا من زمزم المقام أرقنا إلى بيت الحرام أفيري أقدت رهيت أعلام في المنام فقال بروا حرمة ذلك الألام شعات من كفاح الله وشك في ذلك والأوضام فقال له كاهن أبشر أيها الغلام فأنت صاحب العلام ونبوتك للأنبياء قفل ومختام عليك ينزل جبريل على بسد القط يخادمك الجليل ومن ذلك يعصر ما حويت من التفضيل وعن بعض يسمع معناك يخسر اللسان ما لعر المضيل وما خلقا وخلقا وادا من الحق دروقا كان خلق القرآن وشيمته الغفران ينسى الإنسان ويفسر في الأصنام ويعفو عن ذنبه إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يكن أحد نقل المرأة بديهة هذا وإذا دعا المسكين عجابه يقول الحق وأن يقول الحق ولو كان يقول الحق ولو كان مرا وعزتي وجلالي يقول الحق وأن ولو كان مرا ولا يدمر المسلم كشن ولا ضر من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب حاشا لله وكان صلى الله عليه وسلم ليس بقماص ولا عجب إذا سر فكأن وجهه قد قطعت القمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحرى الثمر
وإذا تبسم تبسم عن مثل هذه الغمام وإذا تكلم فكأن ما أدري يستخدم من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من دي أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي يدب فيها أيامه وإن تغيب ويجد منه أحسن الديب وإن لم يكن قد تضيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا قبل الليل فكأن الناس من النور في أعوان الظهر وكان صلى الله عليه وسلم أجد بالله أجد بالخير من الرحل المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة قال بعض واسفيه ما رأيت من جلمة سوداء في غلة أمرأة السلام أصلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي المختار وقيل لبعض كأن وجه القمر فقال بل أدعو من القمر إذا لم يحدون القمام قشر الجلال وانتهى إليه الكمال قال بعض واسفيه ما رأيت قبله ولا بعده مثله فجأة لسان بليغ دعاء أن يحصي فضله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحنين أثناء وأسرى به إلى قاب قوسين وأدنى ويده بالمعجزات التي لا تحصى وفع من خصال كمال ما يجل أن يستسقى وعداه خمسا لم يعدهن أحدا قبله وأتاه جوان على الكريم فلم يدرك أحد فضله وكان له في كل مقام عنده مقال وإن كل كمال كما الله يحور في سؤال ولا جواب ولا يجول لسانه إلا في سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله على نبي المطار وما عصى أن يقال في من وصف القرآن وعرب أم الدائلي توريت والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرنا وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مكانه جعله رحمة للعالمين ونورا ومرا بمولد القلوب صلى اللهم صل وسلم وسلم جعله رحمة للعالمين ونورا ومرا بمولد القلوب صلى اللهم صل وسلم على رحمة للعالمين والنور والمرأة بمولد الغروب صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على النبي وآله 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 Yeah.
وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته يرجو رحمته ورعفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه السالكين على منهج القوي جعلنا من خير أمته اشترنا بدين حرمته اشترنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدح ونسرته وعنا متمسكين بسنته وضاعته ومتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة إنه أول من يدخلها أنزلنا معه في غصورها إنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة لا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر السنة اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم الغضاء عن الوصول إلى مثلها فلا ترمون ثواب هذه الليلة وفاضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى وسنا على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحينا بدعاتك مشغولين ويتوفنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين اختمنا منك بخير أجمعين اللهم اقنا شر الظالمين اللهم اقنا شر المنافقين اللهم اقنا شر الحاسدين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا صالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اصغنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سربة لا نمر بعدها أبدا وعسرنا تعطى لواه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأولي الحقوق علينا ولمن أدر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك مجيب الدعوات وغافر الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزيز يا كريم الفاتح صل على محمد نبينا أشرف الأنام يا رب 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 صل
سلام